لو انه ما كانش جالك عرض الدريم تيم ده كنت هتلاقي اوبشن رابع في حياتك؟ هو السؤال دايما مطروح، لكن لو ما سافرتش من تونس، لو ما جازفتش وتعلمت اللغه وطلعت من غير ما نعرف، لو ما عشتش الظروف اللي عشتها، لو ما اصرتش ممكن كله ما يصيرش. لكن هو دريم تيم ما كانتش صدفه، هو كان لازم فما خطوات قبلها لازم اقوم بها، ممكن عليك. لمده 12 سنه واصرار معين كل مره وداني مقتنع في انا عندي قناعه في نفس الوقت، وهي كانت اللي مشيت. لو دريم تيم ما كانش موجود كنت اصريت وكملت في نفس، ممكن اخر سنتين اخرين كانت شيء اخر وصل. فهي التفكير وانك تكون ايجابي وانك تكون عندك الطموح والحلم وتتشبث به هو المفتاح. لكن احيانا في ناس في لقاء واحد بعد اول شهر تتحل في ابوابهم، يعني الدنيا في وجوههم تتفتح الابواب. فما مثلا في حالتي اخذت 12 سنه وكنت اصدقائي الكل نعرفهم اللي تجوز واللي 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 صار عنده بيت واللي عنده عمل، وانا ما زلت في 30 وما زلت ما عنديش حتى فلوس باش نعيش. كنت في مطرح لا في تونس كنت عندي 26 سنه و 27 سنه ما نجمش ناخذ تذكره باص، يعني الباص اللي بنركب فيه هو ممكن من ابسط الاشياء الواحد يشوفها. ف لكن نظن اللي تاريخ التفكير ده هو لا مش في الغربه، نقوله في تونس. انا فاهمه بس قصدي انه ده تراكم من خيبات الامل، يعني مش خيبه امل واحده، تراكم يعني ممكن يهزم ناس كثيره داخليا. بس ده ما حصلش معاك اكيد فتره معينه ممكن حسيت، لكن وعديت كما نقولوا ممكن نقولوا يعني بازمات، يعني ديبرشن، ممكن عديت فتره ممكن سنه سنتين ثلاثه ما نعرفش، نحس روحي كنت ثقتي في نفسي تحت، خجول. منذكر في مره من الايام كنت في مطعم نشتغل في انجلترا وقتها، وانا كنت لعبت في البطوله الوطنيه في القسم الوطني في تونس مع ترجي جرجيس، فكنت بيعرفوا وقتها. ممكن تقول لي الجمله الثانيه الاخيره؟ كنت يعني كنت لعيب كوره قبل في ترجي جرجيس في القسم الوطني، فالناس عارفاني نوعا ما. بعدين لما سافرت يعني كانت اربع سنين بعدين سافرت كنت بشتغل في مطعم في لندن، ويوم من الايام جاء حد من اللي ساكن كما يقولوا في الحي اللي ساكن فيه، اللي يعرفني من زمان يعرفني. فطبعا الاحساس اللي تحس انه لانه انا عايش يعني متخبي تشتغل وعندك طموح عندك فكره، فاحساس طبعا تحس. لكن في الاخر لازم اذا كان عندك حلم لازم تتقبل كل شيء، ولازم تحاول تتصالح مع نفسك، ولازم تعرف اللي اهم شيء مش هو المظهر ولا الشكل ولا الاهم شيء تكون انت راضي مع نفسك من داخل، وتكون عندك طموح وعندك توجه معين اللي ممكن الناس مش شايفته والناس مش موافقته والناس مش عندها اراء عليه وعندها افكار مسبقه عليه، لكن اذا كان انت مقتنع فهذا هو اهم شيء. انا اول مره اسمع الكلام ده من طلع بيوني، يعني اول مره اسمعه بالتفصيل ده وسعيده جدا ان انا بسمعه. بس قولي انك رحت تاني المطعم اللي اشتغلت فيه بعد بقى ما تيسرت الاحوال. رحت اخيرا، يعني رحت انا وزوجتي وبنتي، حبيت نوري اوف بس الإحساس الغير طيب. أنا ربنا يحمي لك مراتك وبنتك. الإحساس الغالب عليك وانت هناك في المطعم كان إيه يا ظفر؟ هو الفكرة انه حبيت نوري ياسمين. سامحني. خد وقتك. انت ما كنتش حكيت لها قبل كده، هي كانت صنطوطة. لا مش عارف، لا يعني اللي كان مهم جدا انه بالنسبة للحياة انه مش مهم احنا فين، لكن المهم منين جيت، ومهم جدا انه تتعلم وتعرف اللي الحياة رحلة. درس ولحظة انت مزجتها بالأبوة، بس هي كمان لحظة مهمة ذاتيا.
أنا كنت هنا في حال وعدت له في حال أفضل كثيرا. ومهم بالنسبة لي أكثر أنه لأنه مسؤولية تربية ياسمين مسؤولية مهمة للصغار، المهم أنه تتعلم أنه ممكن أشياء ما تكون سهلة من الأول، هذا أهم شيء بالنسبة لي أكثر منه. يعني أنا حالتي معنى الآن مش الحمد لله مبسوط بشغل يعني بحياتي كل شيء، لكن أهم شيء أنه نفس القيم تتعدل ياسمين، وهذا أهم شيء. أنا متأكدة أنه في حاجات كتيرة حلوة جدا هتاخدها من والدها ظافر العابدين. أنا استقبلت ظافر كنجم كمنتج كمخرج، إنما خليني أقول أنه إضافة لكل ذلك أنا بحييه وبستقبله كإنسان له عمق وأفكار حقيقية.